شايف ان انت كان ممكن تكمل هناك؟ هقول لحضرتك حاجه. هو في ناس طبعا يعني بتقول ان صالح جمعه فشل في الاحتراف وكل الكلام ده. انا يمكن حضرتك برضو ممكن توصل للكلام ده بسهوله جدا. يعني انا في السنه الاخيره في الدوري كنت واخد من احسن 5 صناع لعب في الدوري البرتغالي. تمام. فنشت السيزون ده مع فريقي وانا عامل 6 اسيست. تمام. ومكسب قدام براجا الحمد لله، انا كنت اللي جبت الجون. فانا عملت موسم مميز. لكن طبعا يمكن نادي انبي كان طالب، انا قلت الكلام ده قبل كده، انه كان طالب 2 مليون يورو. تمام. والناس كان عندها يعني ان هم عندهم مبدا ان هم يدفعوا. لكن طبعا الناس كانوا عايزيننا نوصل يوروبا ليج، خاصه ان حضرتك عارف الفريق اللي بيوصل يوروبا ليج بيخش له مبلغ كبير جدا. فالناس يعني كان عندها طموح ان احنا نوصل يوروبا ليج عشان يشتروا اللعيبه، مش انا بس، انا كان معايا لعيب تاني كابتن في الناسيونال برضه، الناس كانوا بيتكلموا عليا انا وهو. لكن الكابتن طبعا انت عارف 2 مليون يورو بالنسبه للانديه في البرتغال وبالنسبه للدوري البرتغالي كتير جدا. الناس حاولوا بصراحه، يعني الناس شاريني لاخر لحظه، حاولوا بعتوا عرض للنادي ب 700 الف يورو ب 800 الف يورو، بعتوا عرض عن طريق الاعاره تاني، فكل الكلام ده. لكن كلها طبعا باتت بالفشل، لان طبعا اداره النادي طبعا يعني ما تنازلوش عن ال 2 مليون يورو. لكن انا لم افشل طبعا ولا اي حاجه خالص. يعني ما فيش عروض مقدمه ليك من بره يا صالح؟ فيش عروض ليك تكمل بره في سواء في الدوري البرتغالي؟ في عروض لكن ماديا يا كابتن مش كويس، مش قوي. يعني في عروض سبورتنج براجا، قعدت مع المسؤولين، في عروض في بلجيكا، لكن كلها ماديا. طب انت مش شايف انه حتى لو اقل ماديا هيبقى افضل من الدوري المصري؟ والله يا كابتن اقول لحضرتك حاجه. انا شايف زي ما حضرتك قلت بصراحه، يعني خليك صريح مع جمهورك لان ناس كتير هي بتتابعنا وعايزين يعرفوا اخبارك. اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. لو انا هرجع على نادي غير اهلي وزمالك في مصر، فانا اكرم لي ان انا اكمل في اوروبا حتى لو اقل ماديا. لكن يا كابتن ان انت تبقى موجود في احد القطبين في مصر بمبلغ كويس الحمد لله، ونادي جماهيري، ونادي بيلعب افريقيا، ونادي ممكن يلعب كاس عالم انديه في يوم من فحاجات دي كلها مشجعه برضه، وخاصه ان الواحد عنده امل ان تبقى احد القطبين يبقوا يعني بوابه كابتن لنادي اكبر في اوروبا. كابتن صالح، قبل ما اختم معاك، يعني معلوماتي ان النادي الاهلي هيعلن انضمامك ليه خلال ساعات. والله يا كابتن اقول لحضرتك حاجه. انا متبقي ليا في عقدي مع نادي انبي 3 سنين. تمام. وانا لما رحت قعدت مع رئيس النادي استاذ ماجد نجاتي، اديت له رغبه. تمام. لكن رغبتي يا كابتن مش ان انا العب في احد الانديه، ان انا ممكن ما اروحش النادي الثاني. لا خالص يا كابتن، انا عندي رغبه العب في نادي الزمالك، لكن نادي الاهلي يقدم لي عرض اكبر للنادي بتاعي وليا انا، والناس مقدريني والناس بتتعامل معايا باحترام وباحترافيه، لا مش هقول لحضرتك معلش يا كابتن الرغبه دي هقطعها. بس فانا يعني مش راجل فري يا كابتن، انا راجل لسه فاضلي 3 سنين، فاي كلام انا هتكلمه مش هيبقى في صالحي ومش هيبقى ليه اي لازمه يا كابتن. انا عارف صالح، انا عارف ومش عايز احرجك الحقيقه، يعني انا عارف ومش عايز احرجك، لان انت كمان يعني بشكل كبير يعني قلت رغبتك دي وقلت رغبتك النادي الاهلي، ولكن يعني كلامك باحترافيه شديده انه لو انبي هيستفيد وانت العرض المقدم ليك من نادي الزمالك افضل ممكن تروح، مفيش مشكله من ده. طبعا يا كابتن طبعا، لو نادي انبي هيستفاد وانا هستفاد يا كابتن، وانا حاسس ان الناس بتتعامل معايا باحترافيه وبشكل كويس جدا ومقدريني يا كابتن، انا تاني يوم هبقى في نادي الزمالك يا كابتن وما عنديش اي مشكله. ده نادي الزمالك من احسن الانديه في افريقيا يا كابتن. اكيد. لكن يا كابتن انا مش قافل الموضوع خالص على نادي الزمالك، بالعكس. مش قافله على النادي الاهلي او نادي الزمالك، يعني انت استفاد وانا استفاد. وانا بالنسبه لي كابتن الاثنين اهلي وزمالك هم قدامنا والله يا كابتن متساويين يا كابتن، 50-50 النادي يا كابتن، فانا مش بفضل نادي على الثاني يا كابتن والله. يعني انا لكن زي ما قلت لحضرتك، اللي هيخلص مع النادي بتاعي واللي هيحط القيمه اللي النادي طالبها انا هبقى موجود فيه. انا بشكرك صالح على صراحتك معايا، وكنت اتمنى الحقيقه بشكل شخصي انك تكمل في اوروبا، لانك يعني كنت شايف ان انت ممكن تبقى واحد من اللاعبين المهمين جدا جدا في اوروبا، ولكن يعني انت شايف طبعا من وجهه نظرك ان ممكن تواجدك في الاهلي والزمالك يتيح لك الفرصه في السنوات اللي جايه ان شاء الله، في ظل انك لسه صغير، انك ممكن ان شاء الله تجيلك فرصه افضل. يعني بتمنى ان شاء الله ان ده يحصل، وانك ان شاء الله تكون ركيزه من الركائز الاساسيه في منتخب مصر الفتره اللي جايه. بشكرك يا كابتن صالح جمعه، وتمنياتي ليك بالتوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا.
بشكرك ربنا بشكرك. يعني صالح جمعه استاذ معلش انا طولت عليك للاسف، ولكن صالح من ضمن الاعمده الاساسيه اللي هنتكلم فيها النهارده في مواضيعنا. لو حابب تعلق على موضوع صالح قبل ما نرجع لمنتخب مصر. هو كده طبعا كلام صاف كابتن صالح، في تطور في الموضوع. هو اتكلم قال ان انا مش قافل على الاهلي، يعني معنى كلام يعني، ولكن هو ابدى رغبه للنادي الاهلي، ولكن صراحه كده هو بيقول لحد اللحظه دي انا مش في النادي الاهلي، انا ممكن العب في الزمالك لو الزمالك قدم عرض لبى طلبات.